السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل من الممكن أن نعطي تمارين قبض لفترة قصيرة يعني تحسن الجانب البدني الفني، ثم نتبع نفس الفعالية بنفس المكان ونعمل تصويب على الماما؟ طبعا يمكن، ليش ما يمكن؟ إذا كانت فترة اللياقة البدنية الفنية أو التمرين البدني الفني قصيرة، يعني هذا مربع 15 × 15 × 15 الكبار بالسن 10 × 10 × 10 مربع مفتوح على منطقة الجزاء وما تحتاج علامات أبدا، لأن مبين اللاعب من هاي ينطلق، مبين هاي الزاوية العليا لمنطقة الجزاء للزاوية يروح هنا علامة صغيرة علامة صغيرة علامة صغيرة علامة صغيرة، أشياء بسيطة يعني ما تحتاج هنا علامة ولا هنا علامة ولا هنا علامة ولا هنا علامة ولا هنا ولا هنا، هي 6 زوايا نتحرك على 6 زوايا. فالتمرين الحقيقي أعد الوضعية، التمرين عبارة عن بنفس الوقت المدرب يعطي إعازة دحرجة هناك دحرجة، زين يعني نفس الشيء، ثم دحرجة دحرجة أولى دحرجة ثانية لخط التماس، لا مو لخط التماس، 10 ياردات دحرجة ثانية دحرجة ثالثة، تمرين بسيط، دحرجة رابعة من زاوية قوس الجزاء مناولة للاعب التالي اللي ينتظر، الذهاب خلف مجموعة بعيدة عشان ندور لاعبين، فخمسة هاي 6. يعني لو جينا الآن وقلنا أوكي هل يمكن أن نعمل ترقيم لنفس الفعالية، دحرجة نفس الشيء نفس الوقت، دحرجة ثانية دحرجة ثالثة دحرجة رابعة مناولة للاعب التالي اللي ينتظر دوره خلف زميله، لكن التبديل وين يكون؟ التبديل يكون عكس المجموعة الثانية، ممتاز، أكثر من ممتاز، تدريب لياقة بدنية ويعني أداء فني، دحرجة أداء فني أداء بدني عالي، وبعدين مناولة عندنا، وبعدين هذا التحرك خلف المجموعة يكون بالهرولة لا بالركض السريع. في كل منطقة تضع 6 لاعبين 7 لاعبين ما في مشكلة، أبدا ما في مشكلة، أنت تتدرب الآن وتحسب لكل لاعب مثلا 5 مرات يكفي، مربع هذا 10 × 10 يكفي، مع الكبار 15 × 15 يكفي. الآن السؤال اللي جاء أنه هل يمكن أن إحنا كفريق ندرب هذا التدريب نرجع يعني نضعها على الهدف، ممكن أن نضعها على الهدف بكل بساطة، سواء أنه هناك متغير واحد، أن كل اللاعبين ذولا يجب أن يكون عندهم كرات، لازم يكون كرات، فالكرات هنا أنا لازم نجيب الكرات ونوزعها على اللاعبين، فكل لاعب عنده كرة نكون إحنا عملنا شيء جيد، أول مرة نثبت الكرات عند اللاعبين، اللي أنا نحتاج كل لاعب عنده كرة، بالتبادل ما نحتاج أكثر من كرتين، لكن الحين إحنا نحتاج كرات، نجيب الكرات نضعها مع اللاعبين. شوفك شقد بسيط التمرين، ويصير متغير عندنا، أين المتغير؟ نسحب هذه الأرقام
أصبح عندنا متغير، اللاعب يصل إلى هنا ما يناول، بعد ما عنده مناولة، عنده تصويب على المرمى، ممتاز، يصوب على المرمى ويروح خلف المجموعة البعيدة، نفس الشيء بدل المناولة للاعب اللي وراء يصوب على المرمى، فإحنا يصوب بس رقم 5 تغيرت، بدل المناولة يصوب على المرمى، وراح تتغير الأرقام أخرى. إحنا فلما اللاعب هذا صوب على المرمى وراح خلف المجموعة، راح يبدي اللاعب الآخر، من هو اللاعب الآخر؟ الأول من هناك، لأن يعني التمرين عبارة عن تصويب، تصير الحركات يعني يتغير رقم الحركات من 7 يبدي. ليش من 7؟ لأن انتهت الفعالية بالستة تغيير المركز، فهذا 7. إذن بالتناوب، إذن خلصت المجموعة الأولى، بدأ اللاعب بالثانية، دحرجة ثانية، دحرجة ثالثة، دحرجة رابعة، تصويب على المرمى، إذن هذا تصويب يصير لازم، نأخذ التصويب نضعه ويروح خلف المجموعة. إذن أنا بالعشرة هاجم الكرة، عند كرة هاجم الهدف، إذن بالدعش يصوب، وبالثناعشر خلف المجموعة البعيدة. شوف حركته بعيدة. إذن هنا 6 حركات، وهنا 6 حركات مرقمة، ثم يرجع الأصفر يبدي، ثم يرجع المجموعة الأخرى تبدي، وتغيرت الأرقام في المرة الأولى، لأن بدينا بكرتين بنفس الوقت، الأرقام مشابهة 1 2 3 4 5 6، يعني كلها مشابهة، لأن يعني الكرات تنتقل بين اللاعبين، ما في تصويب على المرمى. لكن تصويب على المرمى أولا أحتاج كرات، هاي واحدة. ثانيا لأن أنا ما أخذ بدني، ما أسوي شوتينج من لونج رينج يسموه أو وايد، أخذني من داخل منطقة الجزاء وأركز على التكنيك، يسموه تدريب شوتينج على التكنيكال سايد، مثل بنانا كيك، كرة قوسية، كرة على الأرض، كرة باسينج يسموها شوتينج باسينج، ما أركز على ما يعرف بالباور وأنا منتهي من هاي الفعالية، أركز على الأداء الفني. زين، ومن أضع أداء فني حتى هذه مع الكبار أسويها 10، مع الكبار أسويها 10، ومع الصغار أسويها 8 ياردات 8 ياردات 8 ياردات. أنا أهم شيء عندي دحرجة وهي تغيير اتجاهات، أهم شيء المسافة ما أريد أكبرها، لأن أنا الآن صار عندي وظيفتين، هو الدحرجة والتصويب، بينما بالفعالية الأولى عندي وظيفتين، الدحرجة والمناولة، ما عندي تصويب. ممكن أنه أنت تأخذ التمارين على هاي الشاكلة، تسمى يعني تمارين أداء فني بدني، أو تمارين اللي تأتي بعد فترة الإعمار، تخلص منها على تكرار معين وتنتقل إلى التصويب على المرمى، فقط تغير بعض المسميات، مثل الكرات لازم تكون لاعب كرة، مثل المسافات الركض أقللها، كان أريد التركيز على، ولا تنسى أنه مهم بعد أن ينتهي اللاعب من التصويب أو من المناولة يذهب إلى الجهة المعاكسة، لأن أنت بتدرب احتمال واضع ألوان، هنا أصفر وهنا فريق آخر لون آخر، فتريد هذا الأصفر بعد أن يخلص ينتقل خلف هاي المجموعة، وهذا اللون الأحمر اللي يخلص عمله ينتقل هنا، فمن تنتقل هاي المجموعة كلها هنا بعد الأداء وهاي هنا، يكون الفريق كله أعطاك مؤشر أنه خلصوا المحاولة الأولى، تستمر أو تطراحة تعتمد عليه، يستمر مرة ثانية يرجعون الأصفر مكانه، الأحمر يرجع مكانه، يكون سووا مرتين، وهكذا يصير عندك دقة في الحساب. يعني هذه تمارين جيدة وجميلة وتمارين تطويرية مهمة، لأن أنا أريد اللاعب يعني أخذ منه الجهد البدني أحققه، دون أن يشعر أنه الجهد البدني اللي أخذه كأنما ألعب ألعاب قوة، لا، كرة برجله، كرة يدحرج ويغير اتجاهه
ويذهب على الهدف بالفعالية الأولى يمرر وينتقل خلف المجموعة المعاكسة. كلها حركات تحدث في هذه المنطقة تقريبا، لكن مو بهذا الشكل. يعني يحدث الدحرجة والتصويب بعده، يحدث الدحرجة ويلعب للجانب مثلا للجناح الزميلة. فكلها يعني something like game copy paste، يعني مثل الواحد اللي مسوي يعني نسخ من ما يحدث في المباراة. نعم، فأنا جبت عن السؤال بالحقيقة بهذا النموذج، وهاي نماذج أحذركم منها. هاي النماذج لا تبالغ في المسافات، إياك إياك تجعل الركب من منتصف الساحة أو من قوس الجزاء، إياك إياك ما تزيد الأطلع عن 15 ياردة بالكبار، وبيها اجعل بيها ما يعرف بالدربل بتغيير الاتجاه. راح اللاعب ينتعش في مثل هذه التمارين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم النعمة على الجميع. وهذا يعني فيديو سريع لأحد الأخوة المدربين الشباب اللي يتابع. أنا هاي التمارين ترى بصراحة أضعها كلها للمدربين الشباب. ليش؟ لأن المدربين أصحاب الخبرات عندهم الأحسن. فأنا أشتغل على مبدأ واحد وهو يعني يسمونه easy to understand, easy to organize and easy to execute. هذا easy العشرة عشرة عشرة fun be. يعني يصير التدريب جيد. وقلت لك أنا قلت لك نقطة تدريبية في علم التدريب مهم. يعني أنت بالفعالية الأولى اللي هي دهرجة ودهرجة ودهرجة ومناولة وتبديل مركز خلف هذا، تقدر تحسب الأهداف لكل مجموعة، ما تقدر تحسب الأهداف لكل مجموعة، لكن من يصير تصويب على المرمى رأساً ضع مساعد المدرب هنا، وضع المدرب اللياقة البدنية أو مدرب الحراس هنا، وخلي كل واحد منهم يحسب الأهداف التي تسجل لكل مجموعة، فيكون تمرين بتنافس كومبتيتيف يعني ممتاز. واللاعبين انت ما تشعر راح يزيد تركيزهم على تسجيل الاهداف، لان انت قلت لهم الان نلعب تصويب على الاهداف واريد اشوف من الفريق اللي يسجل اكثر اهداف، فتعطوا محاولتين لكل لاعب. يعني الاصفر يديرون هناك، يجون الاحمر هنا، ثم يكملون ما يتوقفون، الاحمر يرجعون هناك، الاصفر يجي هنا، يكون كل لاعب سوى مرتين. زين، احسب الاهداف واعلن عليها واكرر مره ثانيه واحقق بعض التمتع في تمارين تسمى يعني أنا أسميها إزاحة بعض التنشن عن اللاعبين اللي يحدث عن طريق فقط الركض، الركض بدون كرة بدون كرة، أو التصويب بلا هدف بلا هدف. أنا أحط بالتصويب كومبتيتيف يعني سباق تنافسي، متعة اللاعبين يزيد فيها. نشوف اللاعب لما يسجل يحتفل وجماعته يحتفلون. يعني احنا نتدرب حسب عقليات اللاعبين. هذه لو انطيتها لفريق درجة أولى هو محترفين، نفس الشيء تشوف، تشوف تنافس بين المجموعتين، تنافس شديد يصير، يصير تركيز على اللاعبين ويصير فن. فن يعني تمتع به. شكرا جزيلا. أنا ما فوق المول. هذا بسيط، يعني بسيط. وأذكر أنه أنا أتكلم عن البساطة في التدريب، تعني التدريب الأحسن في كرة القدم. شكرا جزيلا.